كنت قاعدة الفترة اللي فاتت مع مجموعة من الناس، وهم قاعدين وهم بيتكلموا فجأة جت سيرة الحسد. كل قاعد يتكلم عن الحسد من وجهة نظره، لحد لما وقفت على جملة والله زعلت زعل ما تخيلتش ان الناس واصلة للمرحلة دي. فين ربنا؟ انا بقيت اقول كده، فين ربنا باللي انتوا بتقولوه ده؟ اتكلم في الحلقة دي عن الموضوع ده وعن الجمل اللي قالوها، عن الكلمات اللي قالوها، عشان ننسف الحسد ده نهائيا. بسمع ناس كتير بتقول نفسي اعرف انا ماشيه صح ولا ماشيه غلط، ايه العلامات اللي تبين لي ان انا ماشيه صح وربنا راضي عن اللي انا بعمله، وايه الحاجات اللي انا عاملاها او ايه الحاجات اللي تبين لي ان انا ماشيه غلط وربنا بيقول لي هنا في مسج بيقول لك في حاجه غلط. وانا قاعده معاهم وبنتكلم، فكله قاعد يتكلم بقى زي ما قلت لكم على الحسد من وجهه نظره، لحد لما استوقفتني بقى الجمله. الفكره جت ازاي او الجمله جت ازاي؟ جت من ان في شخصيه عندها مشكله في الجواز، كل شويه تخش في موضوع ويتفشكل، مفيش حد بيجي اصلا، مشكله ورا مشكله ورا مشكله، المهم ان مفيش زواج خالص. لحد لما اللي حواليها كلهم حاولوا يقنعوها بقى ان ممكن يبقى معمول لك عمل، ممكن تبقي مش عارفه عندك سحر ايه، والكلام اللي بيتقال ده لاي بنت ممكن يكون عندها المشكله دي. الحلو بقى انا ده كله مفيش مشكله فيه على فكره. ليه؟ لان انا قبل كده اتكلمت عن الحاجات دي ومفيش الكلام دوت، وازاي بنتعامل معاه الحلقه كامله موجوده عندكم، تخشوا اسمعوها حلوه جدا هتفرق معاكم. الجمله بقى اللي استوقفتني ايه؟ ان في واحده قامت ترد عليها قايله لها ايه؟ هو انت فاكره ان انت ممكن يكون ده؟ لا على فكره انت محسوده، ركزوا بقى. فقالت لها محسوده ازاي؟ قالت لها اه اصل الحسد اقوى من السحر. ركزوا بقى، يعني عارفه شايفين كم ايه يعني اللي هو الخوف والرعب من الموضوع. ركزوا، الحسد اقوى من السحر. هو انت ما تعرفيش ان الحسد ده ركزوا بيودي الانسان القبر، يعني ممكن يموتك. انا بصلها كده قلت لها بيودي ايه الانسان ايه؟ قالت لي للقبر بيموت. شايفه ان ممكن ان انت اتحسدتي تموتي؟ قلت لها والله اه. طب هو فين ربنا؟ قالت لي يعني ايه؟ طلع يعني ايه فين ربنا؟ يعني فين ربنا؟ يعني انا مثلا عمري ان انا اعيش 60 سنه، بس انا النهارده سبحان الله يا ربي كده قمت محسوده قام حد موتني، فين ربنا؟ قالت لي لا ما هو برده اعمار. قلت لها انت انت جبتي الكلمه دي منين؟ قالت لي على فكره ده حديث. قمت داخله قلت حديث، قمت داخله ماسكه ادور 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 ادور. انا مش هتكلم على انه ولا انه ضعيف ولا منه اصلا في ناس كتير بتقول لك غلط، ولا ان لان كل الكتب معظمها بتقولك انه غلط خالص، معظمها بتقول ان في يعني تفسير تاني خالص ان ممكن ان الانسان مش محصن نفسه، وان وان وان. انا مش هتكلم على كل ده، انا هتكلم على جمله واحده بس. انتوا تتخيلوا ان ممكن بني ادم يموت وعمره يضيع وعمره يموت بسبب انه اتحسد؟ علقوا الجمله دي قدامكم، والله كنز. لو انت او انت مش عايش سعيد ومبسوط ومرتاح بنفس مطمئنة مفيهاش ولا خوف ولا قلق ولا توتر، رايق، بيأتيك الرزق من كل اتجاه، الرزق اللي بيجي بيكون أكبر بكتير من المصاريف بتاعتك. تلاتة، عندك زوج مريح وبيديك الاحتياجات النفسية اللي انت عايزاها، أو عندك زوجة مريحة وجميلة وبتديك كل حاجة. باختصار كل ما بتتمنى حاجة بتحصل. لو انت مش عايش ده اعرف ان انت عايش غلط. ايه ده بقى؟ يعني ايه؟ اه والله ربنا قال لنا في الدنيا في القران يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. واحد، اتنين، ربنا بيرزقنا رزق وفير من حيث لا يحتسب، يرزقنا برزق بغير حساب من غير اي حساب، فلنحيينه حياه طيبه. امتى يا رب؟ ركزوا بقى، فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا. ماله يا رب؟ فلا يضل ولا يشقى انسي، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. حسد انت اللي بتشدي ليكي. ليه بقى؟ ركزوا معايا الله يكرمكم في الحتتين دول، مهمين قوي قوي قوي. ايه هو الحسد؟ الحسد ده عباره عن ايه؟ انا كنت عامله حلقتين اتنين اسمهم مهمين، بس انا هجيبه من منظور تاني النهارده. ايه هو الحسد ده؟ الحسد ده انا النهارده دلوقتي ماشيه، ركزوا بقى معايا، انا ماشيه فجاه واحدة قريبتي بصت لي، فأنا اتحسدت وحصل لي مشكلة. زي إيه؟ مثلا لقيت حاجة بتوجعني، لقيت مش عارفة إيه. الحسد لو أنا أصابني
ملهوش يعني ملوش علاقه بالشخص اللي قدامه، ليه علاقه بان المسج بتقول لي انت مش بتحصني نفسك يا اسماء. بس يعني انا حصل ان ممكن اتحسد، ربنا قالها لي في القران ان في حسد محدش يقدر ينكر، حلو، بس بدل ما انا يعني اخد الحسد على ان هو ان الشخص ده بيحسدني فانا ابعد عنه، بعد شويه بقى شخص تاني وابعد عنه، بعد شويه لا ما نزلش حاجه علشان ما تحسدش، بعد شويه خلاص بقيت عايشه في ام وقاعده لوحدك وما بتعنينيش عنك عن في اي حاجه، ولا بتتكلمي مع اي حد عن اي حاجه، ولا بتقولي لحد اي حاجه، وبتتحسدي وانت قاعده في بيتك. ليه؟ من كتر رعبك وخوفك. لكن يعني ايه الحسد او يعني ايه واحده تتحسد؟ الحسد ان حد اتحسد معناها ان مسج من ربنا بتقولك انت الحفظ اترفع من عندك، لان كل نفس ربنا قالها لي في القران عليها حافظ، عليها حافظ اساسي. امتى الحفظ ده بيترفع؟ لما انا بافكاري وبدماغي وبتفكيري نسوا الله فانساهم انفسهم. هو ده الحسد وقصه الحسد كلها. عرفتوا الفكره فين؟ دايما تسالوا نفسكم كل يوم لما بتكوني ماشيه مع الهدى اللي بيحصل، فلا يضل ولا يشقى، انسي يسر وخير ونعيم وفرص عظيمه وانطلاقات والله في ناس عايشه كده، والله انا بحلف وعارفه انا بقول لكم ايه. انا كنت حياتي حاجه، دلوقتي فضل ربنا عليا وحياتي كلها اتقلبت بمجرد ما ابتديت ان انا استوعب الافكار دي واطبق وما اشغلش بالي باي حاجه، انا بقارن نفسي بنفسي ومركزه مع ربنا. الخطوه الثانيه ايه؟ الثانيه او الجزء الثاني ايه؟ من اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. طيب يبقى من علامات ان تبين لك ان انت ماشي غلط، هتلاقي بقى عندك ديك ريسك، هتلاقي عندك مشاكل ماديه، هتلاقي عندك مشاكل مع الطرف الاخر، هتلاقي عندك ولادك قارفينكم زهقينك، عندك زهق خانقه دي الم اكتئابات، مش حاسه بطعم حاجه، مش مستمتعه بالحاجه، ممكن تبقى واحده عندها كل حاجه بس مش مبسوطه ولا سعيده ولا اي حاجه خالص. اعرفي ان انت ماشيه غلط. طب اعمل ايه دكتور لو انا عامله كده؟ احكي لكم برده على موقف تاني انا شفته بقى. انا لازم اقول لان الموضوع استفزني. لقيت حد بعت لي فيديو فبفتحه، هي كانت حد يعني ايا كان بعت لي فيديو فبفتح، بصوا بقى والله العظيم انا مش عارفه اقول ايه. هو شيخ لابس لبس بقى ايا كان وبيقول ايه بقى، ركزوا، انتوا عارفين ان انقلاب الحال بسبب شيء واحد بس، بنفس الاسلوب كده، انتوا عارفين ان ممكن يبقى ابنك صالح وكويس، والله بنفس التاثير كده، انه يبقى كويس وصالح ويطلع من الاوائل على المدرسه ومتميز ومش عارف ايه، وفجاه بين يوم وليله ينقلب حاله. يعني لو اقول لكم هو قد ايه مشهور مش هتصدقوا. انتوا عارفين ان ممكن يكون جوزك اللي كويس معاكي وبيعملك فجاه يعرف غيرك ويبقى وحش معاكي. انت عارفه ان رزقك النهارده ممكن يتاخد منك كله بمجرد انك قلتي بس لحد عليه. ركزوا، انت عارفه انت عارفه انت عارفه انت عارفه انت عارفه ده كله سببه ايه؟ ان انت اتكلمتي على النعمه قدام غيرك فتحسدتي. عارفين انا بصوا له كده، هو ايه اللي انت بتقوله للناس ده؟ يعني هي دي المسج اللي ربنا يعني، او هي دي الرساله اللي انت جاي توصلها، ربنا اداها لك مثلا او اداك هبه في حاجه عشان دي المسج اللي انت رايح تقولها للناس؟ انت بتخوف الناس، ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا صعقت قلت لها بصي، مع احترامي للانسان او ربنا سامح له انه يغلط بس ما تزعليش مني، عبيط مين وهبل اللي يسمع الكلام ده؟ هي اتصدمت كده، قلت لها ايوه والله لو سمحتي ما تبعتيش الكلام ده تاني. ليه بقى؟ انا مؤمنه ان في حسد اكيد، بس ايات الحفظ في القران قد ايه؟ بصوا هقول لكم على حاجه، شوشو العبيط اللهبل، شوشو العبيط اللهبل لازم يخوف الناس، والله بتكلم بجد، لان الشيطان يخوف اوليائه. مين اوليائه يا رب؟ اللي بيسمعوا كلامه بس. طيب هو ما بيعملش حاجه غير اتحسد، هو ما بيعملش حاجه غير كده، بيجي يديكي بس جمله اتحسدتي، خدي بالك هيحصل لك هيحصل لك تك تك تك، فانت عماله تسمعي كلمه تسمعي كلمه تسمعي كلمه، وتخشي ام رهيب وبيبقى عايش لك بقى. طيب لكن ايه بقى اللي ربنا قاله لنا؟ الا عبادي ليس لك عليهم سلطان، عباد ربنا بس هو اللي ما يقدرش ياثر فيهم. اقسم بالله انا ممكن ابقى قاعده في وسط ناس الحمد لله رب العالمين، ولادي وفلوس وبيت وزوجي، واسافر من هنا واسافر من هنا وانزل، اقسم بالله وازداد سعاده والله، وانزل واعمل واتعامل وازداد سعاده وازداد اكتر. الناس يعني في ناس يعني انا دايما انزل الجمله دي، اللهم لك الحمد ولك الشكر على النعم الباطنه اكتر من النعم الظاهره. يعني الحمد لله في نعم اكتر بكتير بكتير بكتير. لكن ايه اللي بيحصل بقى؟ مجرد ما انت ليه 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 كده؟ لان انا عايشه مع الحافظ الحفيظ،
آيات الحفظ كل يوم بقرأ مثلا الفاتحة معوذتين وآية الكرسي بس بفكري على فكرة، هو مجرد الأول خالص الأساس فكرة إن أنا واثقة إن ربنا حافظني. ركزوا في المقولة دي، التزكية هي السر اللي بيخليك دايما عايش مرتاح. ربنا قالها لي في القرآن، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. فركزوا بقى، التزكية هي الضمان الوحيد اللي بتخليك دايما تنطلق. في مقولة بتقول وركزوا فيها قوي، إن لم تلجأ إليه اختيارا لجأت إليه اضطرارا. بمعنى الإنسان بيبقى ماشي عادي 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 عادي، ربنا يبعت له مسج واثنين وثلاثة وأربعة، في حاجة غلط في حاجة غلط في حاجة غلط، مفيش، فجأة هو بيديله حاجة كبيرة عشان يقف بقى وينتبه ويستوعب يقول فيه. وقفي مع نفسك، وقفي مع نفسك وقفة، قولي كده، يا رب إيه اللي أنا عملته غلط استحقيت بيه كل اللي حصل ده؟ إيه اللي حصل في حياتي ده؟ طب ليه أنا؟ أنت قايل لي في القرآن يا رب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ربنا مدينا العطف في القرآن رهيبة للي ماشي معايا، طب أنت ما خدتيهاش يبقى أنت في حاجة غلط. إن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، يعني في بصيرة عليك، أنت على نفسك بصيرة وتبقي شايفة وعارفة وتقدري تطلعي كل حاجة، وابتدي اعملي بلوك لده بلوك لده بلوك لده، مش هعمل ده مش هعمل ده، وهاتي خطة ال 100 يوم مستعدي للتدبر بقى والحاجات الجميلة. لما احنا بقى نبقى عايشين مع ربنا كده بيلبسك لباس التقوى، وده اللي انا متكلمه فيه في كورس من ظلمات النسيان الى نور الذكر. انت بتتلفي في حاجه كده حواليكي هاله كده، هما بيقولوا هاله، انا بقولها اسمها لباس التقوى في القران، بتتحط حواليكي. اقسم بالله عين الحسد لو جت حسدتك للاسف بتترد له هو وتاذيه هو. في بقى حاجه مهمه جدا جدا جدا، يعني بتمنى انها توصل لاي حد دلوقتي. انا النهارده قعدت عملت ايات الحفظ وقعدت شكرت ربنا على النعم اللي عندي، فمستحيل استحاله استحاله اما اشكر ربنا على حاجه فهتزيد، ان في حد ممكن يجي ينزلها لي او ياثر عليا او النعمه دي تتشال من عندي بمجرد بس ان حد حسدني. مفيش الكلام ده. ركزوا في الكلمتين اللي انا هقولهم دول عشان مهمين جدا 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 جدا. مش كل ما يحصل لنا حاجه سلبيه في حياتنا يبقى اساسها ان انا اتحسدت، لا، بيبقى اساسها ان انا ماشي غلط. انا لما بكون ماشيه في طريق غلط ماشيه في طريق غلط، فايه اللي بيحصل؟ بتبعت لي مسج من ربنا بتقول لك انت غلط، انت غلط، في حاجه غلط، لعلهم يرجعون عشان ترجعي وتبتدي تظبطي امورك. لكن احنا بنعمل ايه؟ بدل ما بنقول احنا السبب، بدل ما بنقول ان في مشكله عندنا فنصلحها، بنعلقها على شماعه الحسد. زي مثلا انا خارجه النهارده لقيت نفسي زهقانه ومخنوقه ومش طايقه نفسي، فجاه كده ايه اللي حصل؟ طب هل ده ان حد حسدني؟ حبيبتي لا، الالم 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 بكل درجاته مسج بتقولك انت في حاجه غلط بتعمليها، في حاجه غلط، في حاجه جوه غلط، في حاجه جوه انت مدخلاها غلط، سواء بقى افعال سواء كلمات سواء حاجات كتير جدا. يعني انا مره كنت قاعده مع حد، والله زي ما بقول لكم كده، قاعده بتتكلم على الدنيا كلها، شفتي البنت دي عملت ايه وعملت ايه وشكلها كذا واحكام غلط وظنون غلط وغيبه ونميمه ومش عارفه ايه، وجا ميعاد الصلاه ما قامتش صلت اصلا، وفي الاخر لقيت نفسها قامت قايمه، والله قعدت تضحك وتهرج وكل قايمه، لقيت نفسها مخنوقه وزهقانه، شكلي اتحسدت. ده جهل. نصيحه مني قبل ما اختم، زكي نفسك زكي نفسك زكي نفسك، استوعبي الرساله وفهميها عشان تخرجي منها. هقول لكم على حاجه مهمه قوي، ايا كان الظرف اللي انت فيه، الظرف بيجي للإنسان يا إما بيخليه يطلع لقدام وينجح ويتطور 100 خطوة، أو بيخليك تنزلي 100 خطوة وبترجعي لورا أكتر، فأنت اللي بتختاري وأنت اللي بتقرري كل حاجة قدامك، وأنت اللي بتختاري. اسألوا نفسكم فما ظنكم برب العالمين، ظنك إيه؟ ظنك كل يوم اسألي نفسك السؤال ده، أنا دايماً أقول لهم علقوها قدامكم، حطي بس الجملة دي قدامك، فما ظنك برب العالمين، ظنك إيه؟ هتتحسدي هتتحسدي، ربنا حافظك ربنا حافظك، هيرزقك هيرزقك، لا اصل البلد والاقتصاد واقع والفلوس والغلق هيحصل، انت ما تفكر. دي الخلاصه. يا رب الحلقه تكون عجبتكم ودخلت عليكم بالنفع وباليسر، الله يكرمكم. قول يا رب انت اكبر يا رب من اي حاجه، عارفين تحت الفيديو كده زلزلوه كده انت اكبر يا رب، انا واثقه فيك يا رب، انت حافظي وانت حبيبي وانت سندي وانت قوتي وانت كل حاجه ليا يا رب. كبروا ربنا فوق كل حاجه وشوفوا حياتكم هتبقى عامله ازاي. اعملوا لايك ومسابة شكر ليا، واعملوا شير للحلقة عشان توصل الدنيا كلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محلى الكلام والفضفضة وانت مفيش بينك وبينه اي باب.
تدعي دعوة صعبة وفجأة تلقى هزة. ما أحلى الكلام والفضفضة وأنت مفيش بينك وبينه هيبة. والأحلى منه لما تدعي دعوة صعبة وفجأة تلقى تعيش في الدنيا جنة. هتلاقي روحك حنة في كل مرة.